بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 87. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية آية الرضاع بعد آيات الطلاق، والمناسبة والله أعلم أن المطلقة قد يكون معها ولد يحتاج إلى الرضاع، فقوله تعالى والوالدات يرضعن هذا لفظ الخبر، ولكن المراد به الأمر، أمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، جاء في سياق صيغة الخبر من أجل التأكيد، لأن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر يكون آكد، لأنه يكون بمثابة المتقرر عند المخاطبين. يرضعن الرضاع هو مص اللبن من الثدي، هذا هو الرضاع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته خلق هذا اللبن في الأم الوالد، خلقه لتغذية الطفل، لأن هذا الطفل عند ولادته لا يأكل الطعام، فجعل الله هذا اللبن الذي يدر من الأم يغنيه عن الطعام ويغذيه، كما أنه في بطن أمه. من أين يتغذى في بطن أمه؟ من أين يتغذى؟ يتغذى عن طريق السرة، بدم الحيض الذي كان يأتي المرأة يتحول إلى غذاء للحمل عن طريق السرة، سرة الطفل. فإذا ولد حوله الله إلى لبن، حول الله هذا الدم إلى لبن يأتي عن طريق الثديين يرضعه هذا المولود. هذا من رحمة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده. فالوالدة ترضع ولدها من حين تضعه إلى أن يتم له سنتان، يرضعن أولادهن حولين كاملين، كاملين تأكيد لقوله حولين كاملين، هذه مدة الرضاعة. وهذا يؤخذ منه أن الرضاع إنما يعتد به إذا كان في الحولين، أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا أثر للرضاع، لأن المولود يستغني بالطعام، فلا فائدة أو لا حاجة إلى الرضاع. ومن هنا ذهب جماهير العلماء إلى أن إرضاع الكبير لا يؤثر الحرمة، لا يؤثر الحرمة ولا ينشر الحرمة، فلو أرضعت من بلغ الحولين فأكثر لم يكن ابنا لها من الرضاع ولا محرما لها، لأن هذا الرضاع
لا تأثير له في تغذية الطفل لأنه تغذى بالطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هذا هو الرضاع المحرم. فلو أن امرأة أرضعت كبيرا فهذا الرضاع لا أثر له ولا يعتبر ابنا لها من الرضاع ولا محرما لها ولا لبناتها، مفهوم هذه الآية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، دل على أن الرضاع بعد الحولين لا أثر له. ونصت على هذا الأحاديث التي سمعتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة، كان سالم عند أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، كان عند أبي حذيفة بمثابة الخادم الملازم له، وكان يدخل في البيت فتضايقت زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها، تضايقت من هذا الوضع أن سالما يدخل عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فصار محرما لها ويدخل عليها. قالوا هذه القصة خاصة، قضية عين لا عموم لها، خاصة بهذه الواقعة فقط، قضية عين لا عموم لها، تختص بحالة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بن سهيل، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يكاد ينعقد إجماعهم وفيهم أمهات المؤمنين على أن إرضاع الكبير لا أثر له، وهو قول جماهير أهل العلم. ضعنا أولادهن حولين كاملين. في الآية الأخرى قول جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله يعني في البطن، وفصاله هو الرضاع المجموع 30 شهرا. وهنا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا طرحت الحولين 24 شهرا، طرحتها من 30 شهرا، يبقى ستة أشهر. قالوا هذه أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، بدلالة الإشارة من هاتين الآيتين. وغالب مدة الحمل 9 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين كما حصلت وقائع من هذا. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه هي الرضاعة الكاملة التي ليس بعدها رضاعة معتبرة شرعا، ولو رضع بعدها فإنها لا تعتبر شرعا كما سبق، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولو أنهم نقصوا منها والطفل لا يتضرر فلا بأس، يجوز أن يفطم الطفل قبل الشهرين، قبل الحولين، يجوز أن يفطم الطفل قبل الحولين إذا كان يستغني بالطعام ولا يتضرر بالفطام، لقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة. مفهومه أن من نقص الرضاعة عن الحولين جاز ذلك بشرط أن الطفل لا يتضرر بذلك لأنه يأكل الطعام. ثم قال جل وعلا وعلى المولود له كسوتهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو والد الطفل، والد الطفل يجب عليه أن ينفق على المرضعة، سواء كانت المرضعة في عصمته أو كانت مطلقة، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. رزقهن يعني النفقة، وكسوتهن معروف، الكسوة ما تلبسه المرأة. فوالد الطفل يجب عليه أن ينفق على المرضعة التي ترضع ولده، لأن الرضاع إنما اللبن إنما يدر
من الغذاء، اللبن لبن المرأة والدابة لما يدر من الغذاء، فالمرضعة تحتاج إلى نفقة، ونفقة الولد على والده، فلذلك أوجب الله على والد الطفل أن ينفق على المرضعة سواء كانت في عصمته أو كانت مطلقة منه أو كانت أجنبية كما يأتي، لأن هذا تابع للنفقة، لأن نفقة الطفل الصغير على والده سواء كان رضيعا أو كان مفطوما إلى أن يكبر ويستغني بكسبه عن والده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ثم قال بالمعروف، يرجع في تقدير النفقة وتقدير الكسوة إلى المتعارف بين الناس. الله جل وعلا لم يحدد نفقة المرضعة ولا كسوة المرضعة، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الأوقات، اختلاف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف بين الناس بالمعروف أي بالمتعارف بين الناس. ثم قال جل وعلا لا تكلف نفس إلا وسعها. إذا كان الوالد غنيا ينفق نفقة الغني، وإن كان الوالد فقيرا ينفق نفقة الفقير، وإذا كان الوالد متوسط الحال ينفق نفقة متوسط الحال. فالفقير لا يكلف بنفقة الغني، أنه لا يطيق ذلك، والغني لا يكفي منه أن ينفق نفقة الفقير، وكل بحسب حاله، كما قال تعالى في الآية الأخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرى. وهذا من سماحة هذا الدين، سماحة هذه الشريعة، أن الله جل وعلا لا يكلف المسلمين إلا ما يستطيعون في هذا وفي غيره. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. الدين ولله الحمد دين اليسر، دين السماحة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الضرار والإضرار محرم، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا تضار والدة بولدها، فلا يضر الزوج المرضعة بأن يأخذ الولد منها، بأن يأخذ الولد منها، هذا ضرر. ولا مولود له بولده، المرأة أيضا لا تضار الزوج وتكلفه ما لا يطيق. كل من الزوجين يراعي حال الآخر ولا يميل إلى الضرر بصاحبه، لأن الضرر ممنوع. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا في الرضاع ولا في الحضانة. فقد طلق رجل زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير، فأراد أن يأخذه منها، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أحق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوج. فلا يجوز للوالد أن ينزع الولد من أمه وهو صغير، يحتاج إلى رضاع، يحتاج إلى حضانة، لأن هذا من الإضرار بالوالدة وبالطفل أيضا، والضرر ممنوع في الإسلام. ونأخذ مما سبق أيضا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن رضاع الأم خير للطفل من رضاع غير الأم، رضاع الأم خير للطفل من رضاع غيرها، لأن الله خلق فيها هذا اللبن للطفل
ويكون مناسبا للطفل، أنسب من رضاع امرأة أخرى، ومن باب أولى أنسب من رضاع من لبن البهائم، أنسب من لبن البهائم، حليب البهائم، وأن كان سائلا أو مجففا. وفي زماننا الحاضر، في زماننا الحاضر فرطت كثير من النساء بأولادها، فصارت لا ترضع بحجة أنها مشغولة وأنها موظفة وأنها لها أعمال ولا تتفرغ، فصار الطفل يسقى من حليب البهائم بواسطة الرضاعة، وهذا ضرر عظيم على الأطفال. والأطباء الآن يعقدون مؤتمرات في بيان أن هذا ضرر على الأطفال، وأن لبن الأمهات أنسب للأطفال، فلا يصار إلى غير لبن الأمهات إلا عند الضرورة، إذا كانت الأم ما فيها لبن، إذا كانت الأم ما فيها لبن فإنه يعدل إلى مرضعة من النساء، ولا يعدل إلى الحليب المجفف أو الحليب السائل من البهائم. وأيضا قالوا إنه ينبغي أن يختار للطفل المرضعة الدينة الكريمة في أخلاقها، ولا يسترضع له الشوهة أو من فيها عاهات أو سيئة الخلق أو سيئة الدين، لأن هذا يؤثر على الطفل، هذا في الآدميات. فكيف بلبن البهائم؟ لبن البهائم لا يتناسب مع الطفل، لأن الله خلق لبن البهائم للبهائم لأولادها، وخلق لبن الآدميات للآدميين، كل له ما يناسبه. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. لو كان الطفل الرضيع ليس له أب، متوفى أبوه متوفى، فمن الذي يقوم بنفقة الرضاع؟ وارث الطفل، وارث الطفل من أخيه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه، الذي يرثه لو مات ينفق عليه، ينفق عليه. وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما يجب على المولود له من النفقة والكسوة. فعصبة الطفل ينفقون عليه إذا مات والده، سواء كان رضيعا أو مفطوما، وهذا ما يسمى بنفقة القريب، وجوب نفقة الأقارب. وهذا له باب في الفقه معروف، باب نفقة الأقارب والمماليك، مأخوذ من هذه الآية وما جاء بمعناها: وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أنه يرث الطفل لو مات، فإنه ينفق عليه إذا احتاج، لأن الغنم بالغرم كما يقولون. ثم قال جل وعلا: فإن أراد فصالا، الفصال معناه الفطام، معناه الفطام، حمله وفصاله يعني فطامه. فإن أراد فصالا يعني فطاما للطفل قبل الحولين عن تراض منهما، منهما يعني من الوالد ووالدة الطفل، فلا الأب ينفرد بالفطام ولا الأم تنفرد بالفطام، بل لا بد أن يتشاورا وأن يتراضيا على ذلك وينظرا في مصلحة الطفل. ولهذا قال جل وعلا: وأتمروا بينكم بمعروف، أي تشاوروا، ائتمار معناه التشاور. وهنا يقول عن تراض منهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، لأن هذا أمر يهم الطفل، فلا ينفرد به أحد الوالدين فيفطمه قبل الحولين، لأن الطفل قد يتضرر بذلك، فلا بد من اتفاق الوالدين لأجل أن يأخذ بالحيطة للطفل. وهذا من العناية بهذا المولود، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان من صغره، أن الله جل وعلا
يراعيه ويحفظه ويتكفل بما يصلحه عن تراض منهما وتشاور. هذا فيه أن أحد الوالدين لا ينفرد بمسؤولية فطام الطفل قبل الحولين، بل لا بد من نظرهما جميعا، لأن الأم قد ترى ما لا يراه الوالد من مصلحة الطفل، والعكس الوالد قد يرى ما لا تراه الأم. فإذا اتفق الوالدان هذا دليل على أن الولد ليس عليه ضرر في ذلك. ولهذا قال فلا جناح، أي لا إثم، فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما إذا تراضيا وتشاورا ورأيا أن هذا الطفل يصلح أن يفطم قبل الحولين وليس عليه ضرر. ليس عليه، دل هذا على أنه لو كان على الطفل ضرر في فطامه قبل الحولين أن عليهما الإثم، أن عليهما الإثم. ثم قال جل وعلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، لو أراد الوالد والوالدة أن يسترضع للطفل امرأة غير أمه، غير أمه وهي ما تسمى بالضئر، فلا بأس بذلك. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا له مرضعة غير أمه لسبب من الأسباب، فلا بأس بذلك، لأنه لا ضرر على الطفل إذا وفر له مرضعة تكفيه بلبنها. وكما أشرنا إذا أرادوا أن يسترضعوا للولد امرأة غير أمه فلا بد أن يختاروا الصالحة للرضاع التي فيها اللبن، اللبن الصحي الذي ليس فيه مرض، وأن تكون أخلاق المرضعة طيبة ويكون دينها مستقيما لئلا تؤثر على أخلاق الطفل أو تضره صحيا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم ما دام أن الطفل ليس عليه ضرر في ذلك. ثم قال جل وعلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يجب للمرضعة الأجنبية ما من الرزق والكسوة، فتستأجر الضئر بنفقتها وكسوتها، ويكون ذلك بالمعروف كما سبق، يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف في ذلك. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني بالعرف، فتقدر، ما نستأجر مرضعة كل شهر بمئة ريال، بألف ريال، خمسمائة ريال، لا، نستأجرها بالنفقة، بالنفقة والكسوة، نستأجرها بالنفقة والكسوة. هذا هو المتعارف عند الناس، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ثم قال جل وعلا ختم الآية بقوله واتقوا الله، اتقوا الله أي اتقوا عذابه، اتخذوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم منه، اتقوا غضب الله أي أن تجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تقيكم منه. ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية بطاعة الله وترك معصيته، لا يقي من عذاب الله إلا الطاعة والعمل الصالح وترك ما حرم الله عز وجل، هذا هو الذي يقي من عذاب الله جل وعلا. اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، اعلموا، تيقنوا، تيقنوا أن الله بصير سبحانه، يبصر ويعلم ما تعملون، لا يخفى عليه شيء من تعاملكم مع الطفل وإحسانكم إليه إذا أحسنتم وإساءتكم إليه إذا أسأتم، والمضارة إذا حصلت بين الوالدين أو على الطفل، إن الله لا يخفى عليه ذلك، وسيجازيكم، سيجازيكم على تقصيركم وتفريطكم وإهمالكم. أعلموا أن الله بما تعملون، هذا عام في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، ولكن في سياق الآية
في سياق الآية من باب أولى مراعاة أحوال الطفل ومراعاة اتفاق الوالدين والتراضي بينهما والتشاور وعدم الإخلال، ولا يكون النزاع بين الوالدين لا يكون سببا في مضرة الطفل، فإن الله جل وعلا يعلم كل ما يصدر عنكم في حق هذا الطفل الرضيع، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما وكل إليكما النظر في مصالحه وما يصلحه، واعلموا أن الله بما تعملون أي عمل، وخصوصا مسألة الطفل الرضيع الذي جعله الله بين أيديكم وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله يوصف سبحانه وتعالى بالبصر وهو السميع البصير، يوصف بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالعلم ويوصف بالحياة، يوصف بالقدرة والإرادة، له أوصاف كثيرة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا هو الواجب لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ذكر في الآيات السابقة عدة المطلقة، قال جل وعلا: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قيل ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهار على الخلاف، والتي لا تحيض لكبر أو لصغر أو لانحباس الرضاء من انحباس الحيض، لا تحيض أصلا أو لا تحيض للإياس والكبر أو لا تحيض لأنها صغيرة، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فذوات الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغير ذوات الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر، والحوامل يتربصن إلى وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في حال الحياة، وفي حال وفاة الزوج فإن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني ينتظرن بأنفسهن أربعة، فلا يتزوجن ولا يخطبن ولا يتزين أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. ما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ حكمة والله أعلم لاستبراء رحمها، لئلا تكون حاملا من الميت فيتزوجها أحد بعده وهي حامل تختلط الأنساب، هذه حماية للأنساب، لأنه في فترة الأربعة الأشهر يتبين إن كانت حاملا، لأنه تنفخ فيه الروح ويتحرك فتعرف أنها حامل، فأعطيت هذه المهلة لأجل الاستبراء الرحم من الحمل، ولا يعلم ذلك إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لأنه إذا تم هذه المدة نفخت فيه الروح وتحرك وعلم أنه موجود، هذه حكمة الله جل وعلا لصيانة الأنساب من الاختلاط، ولأجل حرمة الميت، مراعاة أيضا لحرمة الميت وإظهار الندم عليه، ولحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا ننفذ ما أمر الله به جل وعلا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها.
تربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فإذا بلغن أجلهن يعني تمت 14 وعشرة أيام فلا جناح عليكم. شوف ما قال فلا جناح عليهن، قال فلا جناح عليكم، خاطب الأولياء، خاطب الأولياء، لأن الرجال قوامون على النساء، فأوليها هو الذي يراعيها ويحفظها في هذه الفترة لأنه مسترعا عليها. فلا جناح أي لا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ما المراد يفعلن فيها؟ يعني من التزين والتطيب والتعرض للخطاب بعد تمام 14 وعشرة أيام، لا حرج في أن المرأة تتزين وتتطيب وتتجمل وتتعرض للخطاب لأنه زال المحذور من تربصها. ويؤخذ من هذا مسألة الإحداد، المتوفى عنها يجب عليها الإحداد مدة العدة، لأن الله قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، دل بمفهومه على أنهن قبل بلوغ الأجل أنهن لا يفعلن شيئا مما يرغب في خطبتها أو طلب التزوج منها. وهذا هو الإحداد، يلزم مدة العدة، عدة الوفاة من موت الزوج إلى أن تكمل 14 وعشرة أيام يلزمها الإحداد، والإحداد هو ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر، أو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من الزينة والتحسين والطيب. فالمرأة لا تتجمل ولا تتزين لا بالحلي، المرأة المعتدة من الوفاة لا تتطيب بأنواع الطيب ولا تتجمل في بدنها بالخضاب، بالخضاب والمساحيق والكحل، ولا تتجمل بالحلي من لباس الذهب والخواتيم والقلايد غير ذلك، تتجنب الزينة وزينة الحلي وزينة الثياب، لا تلبس الثياب ثياب الزينة، وإنما تلبس ثياب البذلة، ثياب التي ليس فيها زينة، تتجنب الزينة بجميع أنواعها في بدنها وفي حليها وفي ثيابها، وتتجنب الطيب. يضاف إلى ذلك أن تبقى في بيت الزوجية التي مات زوجها وهي فيه، تبقى فيه إلى تمام العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا هو الإحداد، أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه، أن تتجنب الزينة في بدنها في حليها في ثيابها، تتجنب هذه الأشياء ما دامت في العدة 14 وعشرة أيام. فإذا تمت 14 وعشرة أيام رخص الله لها في أن تتجمل وتتزين وتتطيب، لكن بشرط أن لا تظهر بهذه الزينة وهذا الطيب إلى الشوارع وإلى مخالطة الناس، إنما تتزين في بيتها، تتجمل في بيتها، وإذا أرادت الخروج فهي كغيرها. الله جل وعلا يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، عند الخروج تخرج محتشمة، تخرج متسترة متجنبة للطيب، أما في البيت لها أن تتجمل بما أباح الله لها. ولهذا قال بالمعروف
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بما تعارف عليه الناس من الزينة، ولا تتزين بشيء يخرج عن المألوف يخرج عن العادة. ألا جناح عليكم؟ قلنا لماذا خاطب الأولياء ولم يخاطب النساء؟ لأن الأولياء هم الذين يراعون النساء ويطبقون عليهن الأحكام الشرعية، لأن المرأة ضعيفة والمرأة عرضة للجهل وعرضة للغرور، فالله جعل الرجل الولي قيما عليها. فلا جناح عليكم دل على أنها لو خالفت المرأة الآداب الشرعية أن على وليها جناح وإثم، ولأنه مسؤول عنها، لأنه مسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، هذا القيد. واعلموا أن الله بما تعملون خبير، هذا ختام للآية مثل ما ختم الآية التي قبلها، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أو قال خبير، يعلم سبحانه، الله خبير وعليم ورقيب حسيب جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، وسيحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة. فيجب على المسلم والمسلمة أن يراقب الله جل وعلا وأن يخاف منه، ويعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه خبير بأحوال عباده لا يخفون عليه. ولو حاولوا التستر عن الناس، حاولوا التستر عن الخلق، فإنهم لا يتسترون عن الخالق جل وعلا، فإنه خبير بعباده وعليم بعباده وبصير بعباده، لا يخفى عليه شيء. فعلى المسلم والمسلمة مراقبة الله. وبمناسبة ذكر الإحداد، عرفنا أن الإحداد للنساء، الإحداد واجب على المتوفى عنها، ويباح للمطلقة أيضا في عدة الطلاق يباح لها الإحداد وليس واجبا عليها، أما المتوفى عنها فيجب عليها الإحداد. أما غير الزوجة، غير الزوجة فلا يجوز الإحداد للنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة 4 أشهر و10. فالإحداد خاص بالنساء. أما إحداد الرجال مثل ما يفعل في بلاد الكفر ومن يقلدهم من المسلمين، إنه إذا مات الميت يحدون عليه ويعلن الإحداد، تنكس الأعلام ويلبس السواد، هذا من أمور الجاهلية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات خلفاؤه الراشدون، ومات من بعدهم من العلماء، ولم يعمل المسلم، ومات الملوك والرؤساء من المسلمين ولم يعمل المسلمون الإحداد، إنما هذا من أمور الكفار، ولا يجوز التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يأثم من حرم الطفل أن يرضع من أمه بسبب خلافات زوجية أدى إلى طلاق، وما كفارة من فعل ذلك؟ نعم، سمعتم أنه لا يجوز
لا يجوز أن يضار بالأم ويضار بالطفل أيضا، فيمنع الطفل من الرضاع من أمه من أجل سوء تفاهم بينه وبين الأم، لا يجوز. ومن حصل منه شيء من ذلك فليتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. نعم. وهل تأثم المرأة إذا امتنعت عن ترضيع ابنها بحجة الاهتمام بجسدها، وما دور الزوج إذا لم تستجيب لكلامه؟ قالوا ما يلزم الأم أن ترضع مولودها إذا كان يوجد من يرضعه، إذا كان يوجد من يرضعه فلا تجبر الأم، أما إذا كان ما يوجد من يرضعه فتجبر الأم لئلا يموت الطفل. وأيضا قالوا لابد بعد ولادتها أن تسقيه اللبا، اللبا أول الحليب، لأنه ما يعيش إلا بذلك، أما بعد ذلك فلا تجبر بشرط أن يكون هناك من يرضعه من النساء. نعم. امرأة تدعي بإرضاعها طفل وأم الطفل تنكر ذلك. نعم. امرأة أدعت بأنها أرضعت طفلا لكن أم الطفل تنكر ذلك، فهل يحق للولد أن يدخل على المرضعة وبناتها ويكون محرما لهن؟ إذا كانت المخبرة بالرضاع امرأة ثقة، فإنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ثقة. وأما المنكر فلا يعتمد عليه، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن النافي قد ينسى وأما المثبت فعنده خبر من هذا الشيء. فالشأن في المخبرة إذا كانت ثقة ودينة فإنه يثبت الرضاع ولو أنكرته الأم، لأن المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة شرعية. نعم. ما حكم من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري؟ هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فكرا، وإنما هي وحي من الله جل وعلا. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وليست فكرا. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. يقول السائل ما حكم من يذهب إلى الكنيسة للدعوة إلى الله؟ إذا كان للدعوة إلى الله يجدي هذا وفيه رجاء لا بأس بذلك، لا بأس أنه يذهب للكنيسة ويدعو إلى الله لعله يجد من يستجيب أو يقيم الحجة على هؤلاء. نعم. تقول السائلة هل من نصيحة للنساء اللواتي يأتين إلى الحرم متعطرات وسافرات ومتبرجات؟ نعم، هذا حرام ولا يجوز، وهذه منكرات، السفور والتطيب والاختلاط بالرجال من غير ضرورة، عدم المبالاة، هذه كلها منكرات، يجب على المرأة أن تجتنبها، أن تكون متسترة، أن تكون متجنبة للطيب، أن تحاذر من الاختلاط مهما أمكن أما إذا صار المطاف زحمة والمكان مزحوم واضطرت الضرورة لها حكم، لكن إذا كان لها مندوحة عن الزحام والاختلاط فإنها تتجنبه. ولذلك صار بيت المرأة خير لها من المسجد، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. ما حكم الكتب التي تباع فيها أدعية مخصصة للطواف والسعي في كل شوط؟ لا بأس بذلك إذا كانت هذه الكتب الأدعية التي فيها مما ورد في الكتاب والسنة أو ما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس بذلك، لكن كون الإنسان يدعو هو بنفسه بما تيسر له
ولا يصطحب هذه الكتب أحسن. أما إذا كان ما يحسن الدعاء ولا يحسن الذكر وهذه الكتب ليس فيها شيء محذور شرعا فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يرفع صوته يشوش على الناس يشوش على الطائفين. نعم، كما يقع من بعض الطائفين تشويش ورفع الأصوات والإزعاج، هذه عبادة، العبادة مطلوب فيها الخشوع، مطلوب فيها السكينة والهدوء وعدم الإزعاج وعدم التشويش. نعم. يقول: أقوم بتوزيع ماء زمزم على الطائفين، فهل يجوز لي أن أوزع الماء على غير أهل السنة والجماعة؟ توزع الماء على من يحتاجه، توزع الماء على من يحتاجه، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أطلب منكم أن تدعو الله أن يهدي أبي وأمي وزوجتي حتى يواظبوا على أداء الصلوات. أسأل الله أن يهديهم ويهدي ضال المسلمين، وأنت تدعو لهم، أنت تجتهد في الدعاء لهم. نعم. يقول: إذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فهل أقضيها بعد أن سلم الإمام؟ إيه نعم، تدخل مع الإمام فيما بقي ويعتبر هو أول صلاتك، فإذا سلم الإمام تكمل ما فاتك ثم تسلم. نعم. يقول: عندي محل خاص بملابس النساء فقط، ومن ضمن هذه المعروضات ملابس قصيرة ومفتوحة ومنها الضيق على الجسم، مع العلم هناك من النساء من يستعمل هذه الملابس بصورة شرعية كعرضها ولبسها أمام الزوج فقط، وهناك نساء أخريات يستعملنه لغير هذا الغرض، فهل يجوز لي بيع هذه الألبسة؟ وهل علي إثم في بيعها لمن يستعملنه للتبرج؟ لا يا أخي، ما يجوز لك تبيع الملابس الضيقة للنساء والملابس غير الساترة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقولك إنها تلبسها عند الزوج، ما الذي يضمن هذا؟ إيش أدريك أنت فتحت لها الباب.